برعاية متميزة من شركة السلام الدولية المتخصصة في مجال التنمية والاستثمار الزراعي برئاسة السيد المهندس محمود السيد رئيس مجلس الإدارة. انطلقت الدورة 11 للمعرض الزراعي الوادي بمحافظة الأقصر، والذي تنظمه شركة عالم الزراعة برئاسة الأستاذ خالد أمين رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك وسط حضور متميز وإقبال كبير. وقد بدأت احتفالية المعرض الذي أقيم في وقت بالغ الدقة والأهمية نظرا للظروف التي تمر بها البلاد بل والعالم أجمع، بورشة عمل ولقاء مفتوح برعاية شركة السلام الدولية للاستثمار والتنمية. تناولت العديد من القضايا التي تهم أبناء هذا القطاع الهام. وقد حضر هذا اللقاء العديد من الخبراء والمسؤولين عن قطاعات الزراعة والمبيدات ونقابة الزراعيين والجمارك والمنافذ وغيرها. أنا شايف أن عنوان هذه الجلسة حل جذري لكل ما يعوق انطلاق مجال إنتاج الزراعة في مصر. نحاول أن احنا نقف أمام التحديات اللي بتعوق المسألة المتعلقة بالزراعة برمتها. في فوائد متعددة لإقامة مثل هذا المعارض في الصعيد لخدمة أهلينا في الصعيد، وبنتكلم مع حضراتكم القطاع الخاص وهو جزء مكمل للحكومة، لأن الحكومة مش ممكن تقدر تعمل كل حاجة بدون قطاع خاص وطني اللي هو حضراتكم الشركات. مزارعين الصعيد لما بيجوا المعرض بيتفاعلوا تماما مع الشركات الموجودة. نضع إيدينا على إيه المشاكل؟ المشاكل الأساسية بالنسبة للمولدات في مصر، وهي مشكلة دايما بقول مشكلة واحدة. مشكلة واحدة يطلع منها أفرع كثيرة. المشكلة الواحدة دي هي سوء استخدامها. أنا مع أسعار عندي مهارة، أنا تدخلت كنقابة أحمي المزارع إزاي ده عشان يحمينا إحنا كلنا ونوكل الناس. الوكيل بتاعي يقول لي أنت بتاعك بياخد 10 أوتيل، أنا هاخد 2. ليس لحامل شهادة التسجيل الحق في منع الاستيراد. أنا بأكد إننا قلباً وقالباً مع الإنتاج المحلي توفيراً لنفقات الاستيراد من الخارج، ولكن بشرط سلامة هذا المنتج. السيد نقيب الزراعيين رائداً من رواد الجودة. شكراً يا فندم. أستاذ خالد أمين طبعاً منظم هذا المعرض ورئيس مجلس إدارة، تحية له على هذا الحفل الكريم، وتحية لي على اختياره لهذا البلد الجميل الحقيقه اللي يكون فيه هذا المحفل. شعار الجوده ورائد الجوده الاستاذ خالد. شعار الكرم الاستاذ يعني محمود رائدا من رواد الجوده، هو نموذج الحقيقه للشباب المجتهد الحقيقه. بنكرمه قبل ما يكرم هو ايضا ضيوفه من وعاه هذا الحدث. ومن خلال جولة المسؤولين داخل المعرض والذي قادها السيد نقيب الزراعيين، أجري حوارا شاملا مع السيد المهندس محمود السيد رئيس مجلس الإدارة الذي تم تكريمه رائدا من رواد الجودة داخل جناح السلام الدولية للاستثمار والتنمية.
التشرف بهذا اللقاء مع المهندس محمود محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة السلام الدولية للتنمية والاستثمار الزراعي. أهلا بحضرتك معنا. حضرتك أهلا بك في مدينة النور ومدينة الشمس ومدينة الصولجان، مدينة المعتبر، قلب الصعيد مصر وقبلة الزراعة الحديثة في الصعيد. طبعا يعني احنا مبهورين بصراحة بأداء حضرتك ومبهورين بكم الحفاوة وعدد الزوار القادمين من كل مكان في مصر، مش بس في الأقصر، مش بس من محافظات صعيد مصر، لا الحقيقة هم جايين من كل مكان علشان يشاركوا في هذه الدورة من يعني معرض الوادي اللي هو بيعد معرض مهم جدا بينتظروا الزراعيين كل عام تقريبا. في البداية عايز أسأل حضرتك، حضرتك الرسمي للمعرض، بس يعني دي اول دوره، اول دوره لينا ان احنا براعي رسمي في معرض الاقصر. طبعا تشرفنا بان احنا نبقى الراعي الرسمي في المعرض، وكان بينا يعني كان في تحدي كبير ان احنا المعرض السنه دي عشان جائحه كورونا، بس الحمد لله اتغلبنا عليها. عاملين اجراءات احترازيه كامله واجراءات احترازيه دقيقه وشديده، الحمد لله ما فيش حد في المعرض تقريبا، حضرتك اكيد شفتي وصورتي ما فيش حد غير لما لابس الكمامه، وان شاء الله يعني موفقين كلنا احنا وخالد امين وعالم الزراعه. يعني حضرتك شخصيا واحنا قاعدين في انتظار اللقاء حضرتك شاورت لنا فين الماسكات، فعلا طول الوقت لابسين الماسك وده حاجه هايله جدا خاصه مع جائحه كورونا، فعلا ما شفناش حد طول ما احنا موجودين في المعرض الا وكان لابس الماسك والاجراءات الاحترازيه على اعلى مستوى. المهندس خالد امين عامل فكره جديده، في 20 فرد امن بيلف في المعرض، اي حد مش لابس الكمامه بيخرجوا خارج المعرض، ده عشان تعليمات رئيس الوزراء وعشان حفاظا على الناس وحفاظا على المزارعين، وطبعا الحمد لله النجاح كبير النهارده الحمد لله والناس كلها ملتزمه. طيب عايز اعرف من حضرتك كيف تم التعاون بين حضرتك باعتبارك رئيس مجلس شركه السلام وما بين معرض الوادي بالاقصر، ازاي تم هذا التعاون واللقاء البدائي بينكم؟ الحمد لله كان في توفيق كبير بيني وبين المهندس خالد امين، عملنا افكار جديده في المعرض بدايه من دخول البوابات على المعرض، عملنا فكره جديده اللي هي جناح اسال خبير او جناح خبراء طيبه، سميناه على اسم طيبه، جناح في مجموعه كبيره من المستشارين المتخصصين في جميع المجالات لاسراء المزارع واسراء اهل الصعيد بالمعلومات الجديده والمعلومات الحديثه في الزراعه الحديثه، لان توصيات الكوادر السياسيه كلها دلوقتي تبقى زراعه حديثه، زراعه ذكيه. الحمد لله رب العالمين بنعمل على هذا، مفيش حتى الركن خبراء طيبة مش مخصص لمنتجات السلام، في مجموعة من المستشارين هم الحمد لله جايين يفيدوا أهل الصعيد في جميع المجالات، في منهم من ناس من مراكز البحوث، في منهم ناس من الجامعة، الحمد لله رب العالمين والأهل الصعيد مبسوطين جدا جدا. شركة السلام الدولية للتنمية والاستثمار الزراعي. اعتبار حضرتك في مضمار الزراعة، ايه اللي ممكن يكون بيواجه او يجابه الزراعيون وبتبقى امر معوق او يعد تحدي بالنسبة لهم من وجهة نظر حضرتك؟ عندنا حاجتين فيها تحدي مع المزارع، ظروف التربة المصرية لان هي قلوية، الحمد لله احنا برضه بنجيب مركبات للتغلب على ظروف التربة المصرية، وفي تحدي كبير خالص بيقابل جميع الشركات وجميع المزارعين هي التغيرات المناخية، برضك احنا مركزين في القصة دي وعاملين بحوث، يعني احنا عملنا بحث علمي على مركب اسمه الوكسال امينو صحراء، خد 12 في مجلة علمية ذات معامل تأثير ومعامل استشهاد 4.8 كيوان، ده بحث يخلي الاستاذ المساعد او الاستاذ يترقى في الوظيفه بتاعته، الحمد لله 12 في السفير في مجله علميه متخصصه، وبنعمل كذا بحث الحمد لله رب العالمين عشان نقدر نتغلب على الظروف الجويه اللي موجوده في مصر. شركه السلام الدوليه للتنميه والاستثمار الزراعي. مستقبل الزراعة في مصر من وجهة نظر حضرتك يعني شايفها ازاي، وايه الدعوة اللي ممكن توجهها من خلال منبر الاعلام ومن خلال لقائنا بحضرتك ان هو يعاد النظر فيها، ربما تستجد في العملية الزراعية برمتها لاعلاء شأنها وللحفاظ على الزراعة اللي هي اساس كيان مصر كلها. حضرتك زي ما حضرتك عارف حضرتك قلت امبارح في اللقاء الزراعة حياة، يعني دي اهم حاجه عندنا في مصر، والقيادة السياسيه الحمد لله رب العالمين وسياده الرئيس فاتح مشروعات زراعيه كبيره جدا جدا جدا، يعني ومن انجح المشروعات اللي اي مستثمر هيحب يستثمر في مصر هتبقى المشروعات الزراعيه.
هنا داخل هذا الجناح المتميز شركة السلام في إطار الحقيقة رعاية متميزة لهذا المعرض. الحقيقة كان هناك يتواجد طبعا مهندس محمود السيد رئيس مجلس الإدارة، والحقيقة يمكن كان هناك نجاح منقطع النظير بحضور مكثف الحقيقة في هذا المعرض. اولا استاذ محمود كل سنه وحضرتك طيب. اهلا بك يا دكتور مصطفى، شرفتونا ونورتونا. اولا ايه اللي تحب تقوله اولا في وسط فريق عملك ومجموعتك؟ هنضم كده بعد اذنك. الحمد لله رب العالمين، يعني انا بشكر فريق العمل كله. انا معايا الحمد لله 16 مهندس بيجوبوا انحاء مصر كلهم، مهندسين متميزين جدا جدا، وبيذاكروا كل يوم وبيجتهدوا كل يوم، هم سبب النجاح اللي انا فيه ده النهارده الحمد لله رب العالمين. المهندس علي مناع مدير المبيعات، المهندس وائل مسؤول التسجيلات او مدير التسجيلات، والمهندس مدحت الدعم الفني. ما شاء الله، حضرتك مختار شباب مثقف دارس. مظبوط، كلام مظبوط، كلام مظبوط. يعني بدقه جدا جدا. وبالتالي هم بيعاونوك في وضع استراتيجيه الشركه. لا ده حضرتك احنا هم سبب النجاح، احنا ما نجحناش لوحدنا، هم سبب النجاح. انكار ذات. لا لا لا، بصراحه هم سبب اللي احنا فيه دلوقتي خالص. ما بصراحه الايام اللي فاتت يعني تقريبا المهندس علي كذا مره اشوفه بيرجع الساعه 12 عشان يحاول يشوف يظهر البارتيشن بالشكل اللي حضرتك شايفه، يظهر الكتالوج بتاعنا بالشكل اللي شايفه. المهندس برضك وائل عمل شغل محترم قوي جدا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الكتالوج في المطويه بتاعتنا. لا هم سبب النجاح اللي انا فيه الحمد لله رب العالمين. عايزين نوضح بس الحقيقه انه من خلال المعارض ان تظهر شركه بهذه الامكانيات المتميزه سواء في الجناح المتميز او في كل العناصر من بروشور من شاشات عرض، يعني الحقيقه بتساعد على انه يخرج المعرض بالشكل المحترم ده. ان شاء الله بحضرتك مره علي مناع مدير المبيعات. يعني عايز اقول انت في سهوله في عمليه المبيعات لان الاسم كبير. هو الاسم كبير وصعب علينا، كبر الاسم نفسه بيخليك انت بتتعامل مع الناس بشكل مختلف، مش بتبالو خلاص، ما انت بتعمل له دعم فني، بتحاول تعمل له تجارب، بتحاول تخليه هو نفسه اللي يشتغل معاك بياع للمركب، هو بيجرب مره بعد كده يبدا هو اللي يتكلم عليه. واحنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى ما بنجيبش مركب واحد الا بعد سلسله من التجارب وسلسله من الدراسات والابحاث اللي بتتم عليه علشان خاطر يجي عندنا هنا يبقى حصان اسود. احنا ما عندناش تجربه سنتين. احنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى كل شركه بيبقى عندها حصان او اتنين اسود في المركبات. احنا بفضل ربنا الحاجه و50 مركب اللي معانا كل واحد حصان اسود في الحته بتاعته بفضل ربنا سبحانه وتعالى. بقى مدير مبيعات بقى يعني. لا والله المركبات نفسها مسهله علينا، احنا ما بنتعبش بس غير ان المزارع يجرب اول مره، بعد ما بيجرب اول مره خلاص احنا مهمتنا سهله. Hello, good morning to everybody. This is Mr. Francesco Di Pietro, the export manager of Hydrofert Company. We would like to say hello to you all and wish you a good luck for this important exhibition. We want to thank our precious partner Al Salam Agri and Mr. Mahmoud for their important support in the distribution of our products for Egypt. We are very lucky of this cooperation and we hope to boost this distribution with as many products as possible in order to meet all the farmers' needs. وائل عبد المنعم مدير التسجيلات. عايزين نوضح للسادة المشاهدين مدير التسجيلات بمعنى يعني من اول انتقاء المركبات. انا في شركات كتير بتتعرض علينا الحمد لله دلوقتي، مش زي الناس اللي بتقعد تجري عشان تجيب وكالة وكده، لا احنا في شركات بتعرض علينا بننتقي. بس ده مسؤولية مسؤولية طبعا كبيرة جدا، بس الحمد لله هو فريق العمل كله بيشترك في الموضوع ده، بان احنا بنختار مركبات من حيث من انتهى اليه الاخرون زي ما بيقول، مع مركز العلمي بتاعنا الفريق البحث العلمي ودكاتره وناس على قدر من العلم والمعرفه والمسؤوليه ان هي هتقدر الحاجه دي، وان احنا ننقي احنا بنشتغل بايه، احنا عايزين ايه. اتشرف بيك. مدحت محمد علي الدعم الفني لشركه السلام. الدعم الفني المقصود بيه؟ الدعم الفني مقصود بيه حاجتين، ان انا اخدم المزارع واخدم الشركه. اخدم المزارع ان احنا عندنا شريحه كبيره من المزارعين خاصه الفلاحين الصغيرين، في حاجات كتير هو بيبقى محتاج ان انا اشتغل مركب كويس بس مش عارف اجيب ايه، اوصل له مركب في كل احتياجاته
بسعر برضه يكون مناسب بالنسبه له، ما ارشش كتير، ما اشتغلش كتير، احسن جوده محصولي، احسن انتاجيتي، بالتالي سعره هيبقى احسن، العائد بتاعها هيزيد. هو نجح فانا هقدر اشتغل وانجح معاه. معاك خريجي ايه؟ زراعه. زراعه، يعني راجل فاهم ودارس. طبعا بالنسبه للشركه بندور على المركبات اللي تكون معلمه في السوق، مميزه بفضل الله، تكون براندات، ونبدا نشوف السوق محتاج ايه من المركبات، نبدا ندرسها، المركب ده يقدر يخدمنا في ايه، وبنشتغل بحيث يكون معلم مع كل المزارعين. صباح الخير، باسمي وباسم شركة بانتا، وهم على خط الإنتاج بشركة بانتا. فضل شركة السلام الدولية على المشاركة المميزة بمعرض الوادي، وبتشكر أيضا جميع الزوار القادمين للمعرض واللي بيزوروا جناح شركة السلام. بتمنى للجميع التوفيق. للأسف هالسنة ما راح نكون موجودين بالمعرض بسبب الظروف الحالية والحظر مفروض على المطارات، ولكن ان شاء الله السنه القادمه راح نكون موجودين وراح نتابع مع بعض نجاحنا بالسوق المصري. شكرا لكم وشكرا لكم. Greetings from Planta Fertilizers. Unfortunately, we are still here in rainy Germany and can't visit your great country and people and attend the Awadi exhibition. We hope you spend a good time at the booth of our long year partner Isalam and enjoy the exhibition. Ich bin eine Mitarbeiterin der Firma Planta und ich freue mich jedes Mal, einen Auftrag von Ägypten zu bearbeiten. أهم بوزيشن المكتب العلمي وحدة البحوث والتطوير، هو الدكتور محمد صلاح هيتكلم عن نفسه ويتكلم عن وحدة البحوث والتطوير، من أهم الحاجات الموجودة في الشركة. ما شاء الله ولد سنه صغير يعني. ما احنا مهتمين الشباب الشباب الشباب. أنا دكتور محمد صلاح، أستاذ مساعد في كلية العلوم. احنا هنا بالشركة طبعا إيمانا منها بالبحث العلمي، وعشان اي مركب يجي لازم، هو مركب اصلا مصنع الماني او ايطالي او اسباني او غيره، لازم عشان يكيف على الارض المصريه. احنا لا بنجيب المركب، ننتقي المركب، بنقيم المركب على الارض المصريه، وبنصمم تجربه بحث علمي على اسس علميه. يعني نجاح السلام هو جاي من التطبيق العلمي. طبعا طبعا، انت لازم الشركات الاجنبيه بتعمل ابحاث على شغلها بس في البيئه عندهم، ممكن مركب بره ما ينفعش عندنا هنا، ولكن احنا مبنى بننتقي اي مركب بيدي نتائج على الارض المصريه. انا هفاجئ حضرتك دكتور محمد، بعد التقييم ساعات بعد ما نسجل ونتعب في التسجيل، لا المركب ده مش هينفع معانا، هنطلعه من السلم. يعمل ديليت ليه خالص بعد ما تعبنا فيه، بعد ما وائل تعب في تسجيله. دي امانه علميه. امانه علميه طبعا. لا احنا عاوزين نفيد المزارع المصري، احنا اصلا مزارعين، وعشان احنا مزارعين حاسين بالمزارع جدا جدا جدا، وعارفين ان الزراعه حياه، فعشان الاساس ده احنا مهتمين بالمزارع وبنحس بيه جدا جدا. شركه السلام الدوليه للتنميه والاستثمار الزراعي، طريق مصر الاسكندريه الصحراوي، الكيلو 64، جمعية الحسين. أستاذ محمود، ضيوف حضرتك، أنت كنت حريص الحقيقة أن تكون هناك قامات علمية وقامات يعني بتدي للبلد، بالإضافة إلى كبار العملاء. كلام مظبوط. أنا فوجئت طبعا أن هم لبوا دعوة السلام ولبوا دعوة عالم الزراعة، كله جاي دعم للزراعة ودعم للمعرض ودعم للأقصر. شركة السلام الدولية للتنمية والاستثمار الزراعي. السلام مختلف عن كتير من الشركات موجودة في السوق المصري، لأن السلام بادئ قوي، يعني مش قوي قوة مادية، لكن قوة تميز. تميز علمي؟ لا، تميز جودة. جودة. السلام بيمتاز عن غيره من الشركات ان مفيش منتج ممكن تلاقيه دون المستوى، كل منتجات السلام مميزة. شركة السلام الدولية للتنمية والاستثمار الزراعي. التعاون مع السلام كان من منطلق علمي. اكيد من منطلق علمي، ان انت عارف ان البحث العلمي ركيزة اساسية في اي مجال من المجالات. فبدل انت مثلا لما بتحط في مشكلة معينة فبتحط لها 5-6 حلول، من الحلول دي ممكن ان انت مثلا في واحد بس هو المميز في الحلول دي. يعني مثال، يعني انا اضيف كيلو ولا 2 كيلو ولا 3 كيلو ولا 6 كيلو، ممكن النتائج في الاخر خالص 3 كيلو تدي نفس نتيجة 6 كيلو.
يبقى انا ارجع البحث العلمي بيقول لا استخدم ثلاثة، يبقى انا وفرت كده في الماديات بالنسبة للمزارع. شركة السلام الدولية للتنمية والاستثمار الزراعي اشتغلنا على تقليل البيئة بتاع الارض عشان احسن انتاجية واقلل كمية الاسمدة اللي بتنضاف. لما حصل الكلام ده هون وبعتنا البحث للتحكيم، البحث اتنشر على السفير في مجلة عالمية المكتب بتاعها كيو فور، ويمكن معنا اخونا الغالي الاستاذ دكتور جمال عبد ربه عميد زراعه اللزق يعرف يعني ايه ان البحث ياخد الباك فاكتور 4.6 يعني، وانه يتنشر ويدي النتائج. ده ناس حكموا هذا الشغل بتاع هذه الشركه بره، حكموا الشغل بتاع البحث ده بره كتحكيم علمي بعيدا عننا بدون تحيز. شركة السلام الدولية للتنمية والاستثمار الزراعي. أنا النهاردة مبسوط جدا في حاجتين، الدعوة اللي قالها البشمهندس محمود أو بعتها لنا البشمهندس محمود. أنا هنا في الصعيد يعني برضو بلد الإمام الأكبر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لا الأقصر، الأقصر الجرنة هنا في الأقصر يعني. الفكرة أنه تلبية الدعوة فيها جزء نفسي زي ما أنا قلت كده ومحبة، وفيها أيضا جزء راجع للمؤسسة بتاعتي. احنا مؤسسة، انا بقول احنا في الازهر عندنا 23 الف طالب من 108 دولة حول العالم، يعني عندنا امم متحدة داخل الازهر طبعا. فاحنا جينا النهاردة عشان خاطر احنا ان شاء الله بنفكر هنعمل المؤتمر والمعرض الازهر الدولي الثالث ان شاء الله هيبقى في نوفمبر القادم. فجيت قلت فرصة البشمهندس محمود دعينا مع القامات الكبيرة اللي هنا طبعا. ان احنا ان شاء الله مع 102 شركة اللي موجودين هنا، مع مش عايز اقول بقى دول 102 شركة، لا دول 102 فكرة ابحاث. شركة السلام الدولية للتنمية والاستثمار الزراعي. احنا بنشكرك الحقيقة على دعوة هذه النماذج اخيرا. يعني انا في حاجة بس عاوز اضيفها، انا كنت ناوي اكلم الاستاذ الدكتور جمال على بروتوكول تعاون لاهل الصعيد في خلال الشهر اللي بعد المعرض. شركة السلام تعمل بلانت اناليسيز وتعمل سويل اناليسيز لاهل الصعيد بخصم 50%، شركة السلام لا تدفع ال 50% ده بمناسبة الشهر، بمناسبة المعرض. في الشهر اللي بعد المعرض لو استاذنا وافق على الكلام ده، اي حد من اهل الصعيد عاوز يعمل سويل اناليسيز او بلانت اناليسيز، شركة السلام هتشيل 50% شهر 6 كله للتحاليل اللي هتقوم بها مع جامعة الأزهر أو مع كلية الزراعة جامعة الأزهر. شركة السلام الدولية للتنمية والاستثمار الزراعي. احنا النهاردة في معرض الوادي المقام في الأقصر في دورته 11، شركة السلام الدولية السنة دي الراعي الرسمي للمعرض. احنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى هنعرض على حضراتكم مجموعة المركبات اللي موجودة مع شركة السلام الدولية، من أول NBK هات وكالة بلانتا، معنا منها مركبات البافاريا ومركبات الـ HCS بلانتا ومركبات الأجري بلانتا، معانا في الأسمدة الورقية وكالة BNB الألمانية، معانا منها مجموعة محترمة جدا من المركبات وجميع العناصر الكبرى والصغرى. معانا بعد كده مركب الجريزلي، ده أول مبيد من ضمن مبيدات شركة السلام الدولية، مبيد حشائش عام جليفوسونات أمونيوم 20% حريق تام لأي أنواع الحشائش سواء حولية سواء معمرة. معانا وكالة ليبوسول الألمانية، معانا منها 3 مركبات، ليبوسول بور وليبوسول كالسيوم فورت وليبوسول مغنيسيوم بلس. يجي معانا بعد كده من مجموعة الوكالات الألمانية وكالة أجليكون، معانا منها مجموعة وكسال اللي منها أمينو صحرا وبولي مايكرو وكومبي حديد. بعد كده معانا مجموعة هيدرو الإيطالية، ومعانا منها مجموعة من العناصر الكبرى والصغرى اللي فيها تكنيك عالي جدا من التخليب. معانا وكالة مافا، دي وكالة أسباني، معانا منها 4 مركبات. شركة السلام الدولية للتنمية والاستثمار الزراعي. فريق عمل واحد هي بيمثل الخبرة والشباب والعلم والتطبيق لتصبح السلام الدولية للتنمية والاستثمار الزراعي في المقدمة.